you <laughs> أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الإدمان والمسيحية يشرفنا برضو استضافة الدكتور يسري أرمانيوس أخصائي الإدمان أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بيكي سعداء بلقاء حضرتك مرة تانية يا دكتور شكرا يا ستي ألف شكر آه إحنا نحب نستكمل يا دكتور مع حضرتك آه السلوكيات اللي هي بتاعة المدمن اه نتكلم عنها شويه معلش عشان احنا المره اللي فاتت الوقت ما ساعدناش نخلصها. حاضر احنا المره اللي فاتت الحقيقه اتكلمنا على انواع المواد المدمنه اللي خلي الانسان يدمن يعني. وعرضنا على يعني اخطر الحقيقه لو سالتوني اخطر مواد مدمنه أقول لكم السجاير لانها بتموت ناس كتير وشائع جدا ادمان السجاير والنيكوتين. وطبعا زي ما بقول الشيشه والكلام ده كله ليه علاقه بالتدخين آه الألكهول اللي هو الكحوليات و الحقيقه مش قادر اقول في دواء تاني مدمن اكتر من الاخر بس عايز اقول لكم كل واحد منهم ليه خطورته الخاصه تتخيلوا مثلا في ناس بتاخد عايشه على الاتيفان والزانكس وال والكلونيبين والانواع دي والفاليوم وياخدوها على الحاجات دي على انها يعني رشيد الطبيب وخلاص يتعودوا عليه تكون نتيجه انهم بيدفعوا ثمن الناس اللي بيتعاطوا مثلا مسكنات الالم بيتعودوا عليها كل دواء له جوانبه الخطيره السلوكيات الحقيقه المدمنه احنا اتكلمنا فيها شويه على ادمان الاكل انا عايز اقول حاجه كلمه على ادمان الأمار لانه في ناس كتيرة قوي فاهمه انه الواحد لما ياخد كل يوم كده 3 4 5 دولار ويشتروا بيها ورقه يانصيب ويقول لك خلاص عشان عايش في حلم أنه هو هيكسب ورقه يانصيب انا اعتقد ان ورقه اليانصيب ده نوع من الادمان ده انا بشوفت ناس بيبقى مثلا كل اللي بيعمله في اليوم مثلا لا يزيد مثلا عن 30 40 دولار صافي يروح بيهم البيت يشتري مثلا من منهم علبه سجاير ويروح يشتري ورقة يا وشوية حاجات تانية ويدفع البنزين بتاع العربية وتكون النتيجة اللي يفضل له حاجة بسيطة طب مين اللي بيتأثر بعد كده شوف كم نوع من المدمن ورقة اليانصيب وعلبة السجاير بيدفع فيهم قد يعني ايه يعني مع ان الفلوس اللي هو بيعملها قليلة يا دكتور ولكن الرغبة اللي بتلح عليه من جواه على المادة برضك بتجبره ان هو مع ان الفلوس بتاعته قليلة اللي هو بياخدها من الشهر بتاعه مع ذلك برضه بيصرف منها كتير تمام تمام وحتى لو كان دخله كبير قوي وعنده فلوس ويفتكر انه عشان عنده فلوس كتيره ممكن يغامر او يقامر بالفلوس بتاعته برضه بحلم او وهم انه هيبقى غني في يوم من الايام ويبتدي ينزل رايح فين رايح لاس فيجاس رايح اتلانتيك سيتي يلعب في الكازينو وتبص الانسان ده شويه وادمن الموضوع وابتدى يفلس ويتاثر بيه حياته وروحانياته طبعا قبل كل حاجه وبعدين فلوس دي والفلوس دي مش فلوسه هو فلوس ربنا وفلوس مراته واسر اسرته يدفع وبعدين المال وزنه يا دكتور يعني الصحه وزنه والمال وزنه يعني الوزنات اللي ربنا بيديها لنا دي لازم نبقى عارفين وعندنا درايه كامله ان احنا هنتسال عليها يعني ربنا لما هنقابله هيقول لنا اديتك وزنات عملتي فيهم ايه ضيعتهم روحت الفلوس اللي اديتها لك لعبت بيها عمر يعني مزب... هنقف ازاي قدام ربنا بالظبط عشان كده السيد المسيح قال لنا ايه تحرزوا من الايه من الطمع ان كانت لاحد أمو... فان كان لاحد كثير فليست حياته من امواله يعني الفلوس دي مش هي اللي بتدينا الحياه لكن زي ما احنا شفنا لا يقدر احد ان يخدم سيدين فده نوع من الادمان ادمان الفلوس وادمان الأمار وال, وال... الكاسينوهات والحاجات اللي زي كده وبعدين في ادمان الجنس لان ده ادمان خطير بيهدد اولادنا وبناتنا النهارده النهارده أولادنا وبناتنا اللي بيقعدوا قدام الانترنت ويتفرجوا على مناظر مش كويسه مخهم بيتخلبط وبيتاثروا جدا بالحاجات دي تتخيلوا حضرتك حضراتكم النهارده ان في ادمان الانترنت, الانترنت. الـ اه الـ كل الفيديو الـ جيمز والحاجات اه الجيمز والانترنت وال التشات رومز وماي سبيس وفيسبوك والحاجات دي العيال النهارده مخهم كله ضايع ساعات طويله ودي نقطه يمكن نتكلم عليها بالتفصيل شويه كل دي جوانب ادمانيه أه تستغربي اذا كان حضرتك يمكن ما سمعتيش قبل كده عن حاجه اسمه الادمان المختلط اللي هو الانسان يدمن اكثر من حاجه ودي حاجه شائعه جدا تلاقي ممكن انسان زي السجاير والخمره مثلا مع بعض م. أو زي الأكل والجنس مع بعض يبقى الإنسان عنده إدمان لأكثر من حاجة كل دي جوانب مدمرة في حياة الإنسان ويقصر تأثيرها بعد كده زي ما بيقول يا دكتور اللي بيتهون في الصغير بيتهون في الكبير يعني واحد مثلا أو واحدة عملت تنازل صغير قد كده إن هي مثلا اشترت ورقة نصيب بعد كده هو عمل تنازل صغير قد كده أو هو عمل تنازل قد كده جرب بس تجارة ما يهمش كل دي تنازلات وبعد كده بتاخده لـ لـ للعمق بتاع الخطيه وما بيعرفش يتراجع بعدها الحقيقه انا يعني معجب قوي بفكره التنازلات دي فكره كويسه اللي حضرتك بتقوليها لان فعلا هي عمليه تنازل الانسان بيتنازل عن مبداه اول مره ويقول يجرب وبعدين بص تلاقي في الاخر ضاع منه كل حاجه بنقول ات ون هيرت يعني مش هتعمل مشكله بالزبط. يعني مره يعني انا لو خدت سجاره مش مش هموت لو دفعت دولار ولا 2 دولار ولا دولار في حاجه برضو مش مش هتخسرني بالزبط. حاجه كبيره لا هتخسر مبادئك ده كلام مظبوط وبعدين زي ما احنا رجعنا قبل كده قلنا المبررات اللي الانسان بيستعملها يقول لك ما كل الناس بتعمل كده طب ومش مش هتضرك زي ما قلتي حضرتك دلوقتي مره واحده طيب ما انا ممكن اعملها مره وبطلها بعد كده ده خداع يعني يا دكتور التدميرات اللي بيسببها الادمان بيكون ايه نوع احنا دلوقتي بنتكلم على الانواع بتاعتها بس عايزين يعني نوصل لهم عشان المشاهد بس ما يملش مننا شويه لا ده احنا نتكلم كتير لكن على التدميرات عايزين نعرف التدميرات الاساسيه يا دكتور اللي بيسببها الادمان قوي 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 ارجو ان الوقت يساعدنا لانه موضوع التدميرات ده بس انا مش عايز يعني اخوفكم قوي في الصوره البشعه اللي بتحصل مدمنين او نوصل لدرجه الياس لان عايز اقول انه بالرغم من كده لابد ان احنا نفتكر الانسان المدمن له رجاء في ربنا في التوبه والعلاج بس الخوف برضو له فايده ساعتها دلتول. الخوف التخويف له فايده ما شك او التحذير له فايده والكتاب بيحذرنا يعني بيحذرنا من الخطيه عموما يعني لكن التدميرات يعني انا اقدر ابتدي بالتدمير النفسي للانسان يعني ده اكتر حاجه شائعه الانسان المدمن تستغربي برضو حضرتك لو عرفتي ان اغلب المدمنين زي ما كانش كل المدمنين عندهم درجه من الاكتئاب درجه من الاكتئاب كتير منهم لما بنحولهم للعلاج نقول لهم ممكن تحتاجوا لدواء للاكتئاب عشان العلاج يمشي معاكم كويس فدي حاجه مثلا عامه جدا القلق اللي بيجيلهم لان هم عايشين مركزين قوي يدوروا على الحاجه اللي تديهم شبع لهم مرض القلق ده النواحي النفسيه مثلا النواحي العضويه تخيلي كم واحد بيموت في السنه من الكانسر اللي بيحصل له الستات النهارده اكثر نوع من السرطان بيقتلهم النهارده هو سرطان الرئه نتيجه ان نسبه الستات اللي بيشربوا سجاير كثرت قوي تليف في الكبد بقت كل موضه يا دكتور بقت موضه الامراض الجنسيه اللي بتحصل نتيجه الامراض التانيه نتيجه الغلط في الناحيه الجنسيه الايدز مثلا كل دي نتائج للخطيه ونتائج للادمان أه لو انت فكرتي اجتماعيا يعني كم نسب حالات الطلاق بتحصل اكثر كتير جدا في في وجود حد مدمن جوه البيت يعني المفسك. في عم في اضرار جسديه واضرار نفسيه واضرار اجتماعيه اضرار اجتماعيه بتهدد الاسره، بتهدد الاولاد بالانحراف، البيت اللي فيه انسان مدمن الاولاد والبنات اللي في البيت مهددين بالانحراف وبالادمان هم نفسهم. آه الناحيه القانونيه احنا عارفين ان في حاجات كثيره سلوكيات مدمنه بيعاقب عنها القانون. اللي بيشرب وهو سايق مثلا والبوليس يوقفه ما بيخش السجن او بيفقد رخصه السواقه ممكن يطرد من الشغل ممكن يتحبس وهكذا التجاره التجار بالمخدرات ده في ناس بيتاجروا بالمخدرات عشان أوه. يجيبوا فلوس عشان يصرفوا بيها على الماده المدمنه بتاعتهم فكل دي نواحي يعني بتاذي الانسان وممكن بيروحوا يسرقوا يا دكتور او يجبروا من داخليا يجبروا على ان هم يعملوا اي عمل ما يكونش قانوني مثلا يلاقي واحد في الشارع مثلا يعمل عليه هولد اب يوقفه وياخد فلوسه كل الحاجات دي برضو الدافع الداخلي اللي هو عاوز الماده المخدره او الماده المدمنه ليه ده السرقه السرقه التزوير تزوير اللي بيزوروا شتات الطبيب عشان يجيبوا الدواء لغايه ما يتظبطوا في يوم لا يخش السجن كتير بنسمع حتى دكتور على ان الناس تتصل بالفارماسي بالصيدليه طبعا احنا مش عايزين ندي افكار للمشاهدين بس يعني بنسمع على ناس كتير يعني بتتكلم للفارماسي آه وبتقول ان هي دكاتره وبعد كده هو طبعا بيتمسكوا يعني دي مش فكره حلوه لحد حد يعملها دا طبعا بيوص... بيتوصل لهم و مهم انه في الاخر حضرتك تقدري تصوري حياه الانسان ده بيوصل ليه عشان كده انا بقول الانسان ده بيتحطم وبيتدمر أوه. ومفيش حل علاج غير انه حاجتين انه يقر ان يقرن عنده مشكله م. وأنه يرجع لربنا تاني والانسان اصلا ما احنا نشوف ان الحياه دي عطيه من الله يعني جسد ده انا عمري ما دوست على زر وقلت عايز اتولد ولا عمري حدوس على زر وقول عايز اموت الحياه دي هبه من الله كون ان انا اخد الحياه كهبه من الله وافرتكها كده وادمرها في الحاجات الغلط يبقى يبقى فين فين وضعي كابن ربنا او خليقه ربنا الحقيقه يا دكتور المفروض الكتاب المقدس بيقول لنا ليست عطيه بلا زياده الا التي بلا شكر احنا حتى مش بنوثق بقى لدرجه ان احنا نشكر احنا بنهين الوزنه وبنمسك الوزنه نحطها يعني في التراب كده وفي الارض وندوس عليها الوزن اللي ربنا عطيها لنا اللي احنا المفروض نشكر عليها عشان ناخد زياده بالظبط يعني بالظبط احنا لو قدرنا فكره مؤلمه قوي اللي احنا بنعمله ده لما نفكر فيه ده حقيقي حقيقي احنا لو قدرنا عطيه ربنا وعطايا ربنا والمواهب اللي ادهانا طبعا ده هيمنعنا من ان احنا نحاول ناخد المخاطره الاولى دي طب بما ان حضرتك جبت سيره ان احنا اولاد ربنا طب هل الادمان بيأثر يا دكتور على حريه الانسان حريه ابناء الله؟ ما فيش شك فانا زي ما احنا قلنا يمكن في الاول خالص مرض الادمان هو عباره عن مرض فقدان الحريه الانسان فقدان حريه الانسان عشان كده مهم قوي من اطفالنا واحنا ليه الكنيسه بتاعتنا مثلا بتشجعنا ان احنا نصوم مثلا؟ م. لان الصيام فيه يعني تدريب على إن الانسان يمنع تذليل الجسد اه بالظبط الاسراف استعمال حتى الحاجات الطبيعيه اللي ربنا اداها استعمالها المستمر غير المحسوب والانسان بعد كده يلاقي نفسه فقد السيطره على سلوكياته زي الاكل والشرب والجنس والحاجات اللي زي كده فالكنيسه تقول لنا لازم يبقى فيه فترات نصوم فيها ضبط النفس ونعلم اولادنا وبناتنا حتى بالقدوه اولادنا وبناتنا ما يشوفونا احنا كاباء وامهات بنصوم هيقولوا احنا عايزين نصوم زيكم من غير ما نقول لهم صوموا يطلعوا العيال يتدربوا وده مش بس خلي بال حضرتك بس فكره الادمان ده فكره الحاجات الغلط عموما زي الغضب مثلا إنسان بيفقد السيطره على الغضب ما هو ده نوع من فقدان الحريه صدقني يا دكتور في انسانه فاضله يعني اعرفها حتى في الصيام مش بتكتفي ان هي تقطع مثلا الاكل الفطاري بل بتحرم نفسها من اي شيء يكون صيامي هي بتحبه قد ايه ليها كنترول على نفسها قد ايه ليها ان هي ضبط نفسها وما بتحبش ان هي تستلذ بالاكل في فتره الصيام بتاخدها بجد دي إنسانة حكيمة. إنسانة حكيمة جدا مطوبة وياريت كلنا نتعلم من الأمثلة دي لأن النهاردة حتى الصيامات بتاعتنا ما بقاش فيها البساطة و... وضبط النفس زي زمان عشان كده احنا برضو محتاجين نغير مفاهيم في بعض النواحي التعفف فكرة التعفف وضبط النفس دي ثمار الروح القدس لازم ان احنا نحاول نتعلمها باستمرار يعني الادمان يا دكتور كمان ليه ليه اثار سلبيه على الحياه الروحيه جدا نحب بقى أن يعني نتعمق في النقطه دي عشان النقطه دي جميله قوي حاضر لا هو التاثير السلبي على الحياه الروحيه يعني شوف حضرتك ايه جوهر الحياه الروحيه جوهر الحياه الروحيه هي اتصال بيننا وبين الله يعني الانسان اللي عنده حياه روحيه هو الانسان المتصل بربنا سواء بيكلم ربنا او ربنا بيكلمه الانسان طيب آه وإنسان ما هو بيكلم ربنا بيكلم عن التوبة والتجديد والفرح وعيش حياة روحية فيها فيها سلام وفرح وسمار الروح القدس. الإنسان ده لما يبقى ينصرف عن حياته الروحية صلته بربنا سواء هو بيكلم ربنا في الصلاة أو في التوبة أو في الحاجات زي كده أو في الممارسات الروحية أو إن ربنا بيكلمه عن طريق الكتاب المقدس. طب ما الإنسان ده شوية بشوية هيموت إن إحنا الله هو مصدر الحياة الروحية بتاعتنا، مصدر حياتنا عموما، عشان كده الإنسان المدمن بنعتبره إنسان يعني له اسم زي ما قال الكتاب المقدس لك <applause> اسم أنك حي وأنت ميت. إنسان ميت فعلا، لكن إحنا ما نخلوش يفقد رجاء إطلاقا، لأنه بيقول لك إيه ابني هذا كان ميتا فعاش وإحنا لو نتخيل قصة الابن الضال هي قصة واحد مدمن. أدمن لكل أنواع الشر اللي في العالم حتى لو الكتاب ما قالناش تفاصيل نوع الإدمان لكن هو بالظبط ده حال السلمون يقول لك أنفق كل شيء بعيش مسرف لغاية ما هو جاع أخيرا بقى وابتدى يعني يحتاج وما لقاش حد يديله حاجة وحس إن حياته أقل من حياة ابن ربنا اللي عايش في البيت وده رجع لنفسه ودي بقى نقطة التحول في علاج الإدمان ان هو الانسان يرجع لنفسه يقول انا بعمل حاجه غلط لان انا بشوف وبسمع قصص مؤلمه جدا على ناس عايشين في حاله المقاومه الشديده مرحله الريزيستنس دي نتكلم عليها كتير في التفصيل الناس دول مش عايزين حد يقول لهم انت عندك مشكله المرحله الاولى ان احنا نعرف المشكله ده. نعرف المشكله ونتعرف عليها ونقول انا عندي مشكله يا ناس عندي مشكله يا بونا أنا محتاج إن أتوب، محتاج إن يتعالج أو الكونسلنج ممكن يعني نروح لإرشاد ده العلاج بقى نفسي ده العلاج بقى بروح للكونسل ممكن الإنسان يروح لأبونا وأبونا يحوله على إنسان متخصص لو الموضوع محتاج ل... ممكن لو في المراحل الأولى سر التوبة والاعتراف يساعد الإنسان إنه يبطل الخطية وي... ويبعد عن المرحلة إحنا قلنا المرحلة الثانية دي اللي هي مرحلة إنه يجرب الواحد يقول لأبونا أنا جربت السيجاره جربت الجنس جربت الخبر وتايب لي يقول له يا ابني طيب مش هترجع تاني وربنا يقبل توبتك روح تناول بقى بس هي مش سهله يا دكتور لازم الانسان يكون عنده عزيمه قويه على الاقلاع عن العاده اللي هو موجود فيه اللي هو بيمارسها وكلنا محتاجين لكده الحقيقه كلنا محتاجين كلنا تحت التجربه مع بعض لكن مهم الانسان يبقى واعي لنفسه الانسان احيانا كرامته وكبرياؤه و... واحساسه بان هو بيعمل حاجه صح بيمنعه من الحاجه ممكن دي. الاحراج يا دكتور الاحراج من سر الاعتراف يعني او الاحراج ان انا ادمت ان انا عندي ان انا فعلا اواجه نفسي اقول فعلا عندي مشكله ببقى محرج ازاي الناس تاخد عني فكره ازاي ابونا هيقول ايه عليا هل ابونا مش عارف اللي هو بيمر بيه يعني <applause> هو مظبوط موضوع الاحراج ده فعلا كلنا عندنا يعني حته الخجل ولو ان ده يعني الاباء بيقول لك مطلوب الانسان يخجل شويه عشان يقول الواحد لما بيعترف بخطيه وهو خجلان هيبقى صعب يرجع لها تاني والخجل هو عباره عن ايه فتح النفس كسر كبرياء الانسان اللي هو الايجو اللي بتخلينا مش عايزين ان احنا نقول ان انا عندي خطيه وده يعني ده ضعف البشر الضعف البشري من اول خطيه ابونا ادم وحواء هم غلطوا قالوا يعني احنا انت انت السبب يا رب ولا حواء هي السبب ولا الحياه كل واحد ابتدى يرمي على الثاني يعني لكن احنا احنا محتاجين للنقطه دي فتح النفس والتوبه والاعتراف والتناول والاتضاع لان الاتضاع ده هو اللي بيكسر كبرياء الانسان يقول انا عندي خطيه لازم ان انا اقومها واتوب واعترف وربنا هيساعد لانه قال كده من يقبل الي لا اخرجكم خارجا طب احب ارجع يا دكتور للنقطه النفسيه الاثار النفسيه اللي بيسببها الادمان آه مع الاكتئاب والحاجات دي طب لو انسان دلوقتي بيمر بالاكتئاب لاي سبب إن كان اذا كان ادمان اذا كان اي شيء تاني هل الانسان يا دكتور يعني ممكن هو يرجع تاني للطبيعي لانه بيبقى حاسس بيأس خلاص انا عندي اكتئاب او انا حاسس ان الدنيا كلها وحشه يعني هل في رجاء ليه ان هو يجي ويتقرب من ربنا ويعمل حاجه كويسه في حياته؟ ما فيش شك ما فيش شك هو الكتاب ليه له اسباب كثيره ويعني نقدر نقول ان هو ظاهره اكثر منه مرض في اغلب الاحيان لكن لما الاكتئاب يتحول الى مرض ده معناه ان الانسان معاق على إنه هو يؤدي وظائف حياته اليوميه يعني افرضي حضرتك الانسان المدمن اللي عنده اكتئاب مثلا ده الاكتئاب بيخليه اقل مقاومة للادمان فبيدخل الانسان في حلقة مفرغة لان الاكتئاب ده في جزء من المخ في حاجة كيمياء في المخ بتتغير في مواد طبيعية موجودة عند الناس كلها بدرجات مختلفة المواد دي بيسموها اندورفنز المواد دي بتدي الانسان احساس بالهدوء وبالاطمئنان وبالسلام و وإن الانسان حياته عاديه خالص الناس اللي عندهم اكتئاب المواد دي بتقل شويه عندهم عشان كده بيدوروا على حاجه تزود لهم المواد دي من ضمن الحاجات دي اللي بتزود المواد دي الحاجات المواد المخدره او السلوكيات ال الادمانيه زي الاكل مثلا الناس اللي عندهم اكتئاب كتير بيتفشوا في الاكل الواحد اه الاوبيزيتي بينتهي بان هم زياده يكت... الوزن اكثر من اللازم بالظبط يفقد السيطره على الاكل ويبقى مود من اكل فالنهارده الناس دول منهم احنا نشتغل على موضوع الاكتئاب حتى لو خد دواء يحسن المواد اللي هي اسمها اندورفز دي جوه المخ عشان كده احيانا بنحتاج لطبيب او لحد معالج يساعدنا في الموضوع ده إيه الاكتئاب ده ما نحبش ان احنا نسيب الناس عندهم اكتئاب ليه يا دكتور ممكن يؤدي الادمان بعد كده الاكتئاب ما احنا قلنا اللي عندهم اكتئاب عندهم استعداد اكثر للادمان يعني ممكن الادمان يؤدي الاكتئاب والاكتئاب يؤدي الادمان بالظبط هي متصلين ببعض اتصال وثيق فعلا خصوصا لو الاكتئاب بتاعهم ده مقترن بالمواد بالحاجه الاولانيه اللي هي احنا قلنا عليه الاستعداد الوراثي او الاستعداد البيئي يخليني استعداد البيئي ده بيخلي الانسان يتكون عنده في المخ الصوره ان الادمان دي حاجة طبيعية يعني يقول لك بابا بيشرب سجاير واخد بالك او ماما بتشرب خمرة يبقى انا احس انه دي حاجة عادية بدان بابا وماما لانه هو بابا وماما بالنسبة لي الاب والام هما القدوة بتوعي هما النظام اللي انا بتكون عليه قبل ما اعرف ربنا وقبل ما اروح الكنيسة وانا طفل صغير اللي بيعمله ابويا وامي دول هو بالنسبة لي الانجيل وهو القانون هو ربنا وهو كل حاجة. أو ممكن يا دكتور في الحاجات الخفيفة اللي زي مثلا الإفراط في الأكل في ساعات الأم مثلا بتكون هي زايدة في الوزن والأطفال طبعا وراثيا بيكون عندهم استعداد لزيادة الوزن وهي كمان في أسلوب التغذية بتحاول إن هي تديهم أكل يزيد الوزن فبتصبح الأم عندها مشكلة في زيادة الوزن والأطفال. أه بس يعني ده مش لازم يكون له علاقة بالإكتئاب يعني ممكن ده يكون سلوكيات او عادات اجتماعيه او بيئيه خاطئه خاطئه يعني دي عايزه توعيه اكثر من علاج الادمان نفسه لكن ممكن طبعا لو في حته اكتئاب دخلت في الموضوع دي هتسهل حته الاوبيزيتي وزياده الوزن طب هل الام او الاب اللي عندهم اكتئاب يا دكتور بيكونوا مستعدين نفسيا ان هم يربوا اولادهم تربيه صحيحه ولا ده بينعكس برضو على تربيه الاطفال شوف حضرتك هو أي بيت أو أي يعني أب أو أم عندهم حتة الإكتئاب دي ما بتساعدناش كتير. أوه. يعني الحاجة اللي تساعدنا أكتر هو إن احنا نعالج الإكتئاب بكل الإمكانيات وأحسن أو من أحسن علاجات الإكتئاب هو الناحية الروحية لأن الإنسان اللي عايش في فرح المسيح الفرح ده هو المضاد للإكتئاب زي الكتاب المقدس والاطمئنان علاج للقلق. هل الاكتئاب يا دكتور بيرتاح شويه البني ادم اللي عنده اكتئاب بيرتاح شويه لما يشوف مراحم ربنا يشوف ازاي احنا بنعمل كل يوم حاجات غلط او مثلا المدمن المفروض يبص لمراحل ربنا تكون دافع ليه وحافز ان هو يمشي للامام ويمشي في سكه العلاج ما فيش شك لانه الاكتئاب لو انسان استسلم ليها قد به الى الياس يعني الناس اللي بيروحوا بعد كده بي ينتحروا بينتحروا بيموتوا نفسهم دول وصل بيهم الاكتئاب إلى درجات خطيرة وفقدوا الرجاء وفقدوا, وفقدوا حياة الأمل في الحياة فطبعا كل ما حياتنا الروحية بقت سليمة وسوية ونديهم رجاء بالتوبة ونقول لهم إن ما فيش خطية بلا مغفرة إلا التي بلا توبة هيتشجعوا ويشوفوا مراحم ربنا اللي ملهاش آخرة لكن لو سيبناهم كده عايشين في الاكتئاب طبعا ده خطر طب والأسرة يا دكتور مثلا البني آدم المدمن لو في أي أسرة فيها إنسان مدمن هل ليهم دور إن هم تو يعني يسبورت يعني يقووه ويدعموه ويساعدوه ويشجعوه على التوبة؟ ما في شك الأسرة اللي فيها إنسان مدمن نفس الأسرة محتاجة لتوعية محتاجة لكونسلينج محتاجة المشورة وإرشاد الأسرة ككل الأسرة ككل عشان يتعاملوا دي مشكله بتمس الاسره كلها في مرض اسمه او حاله اسمها كوديبندنس كل أفراد الأسرة بيتأثروا من حالة الإنسان مؤمن المدمن فالنهاردة لازم أساعد الأسرة ككل عشان تساعد ابنهم أو بنتهم أو الأب أو الأم إن هو ياخد باله من نفسه فالنهاردة أنا يعني ده, يمكن برضو من دور الكنيسة إن يبقى فيها ناس متخصصين نقدر نبعتهم مثلا يساعدوا الأسرة الفنانية ويعملوا التوعية المطلوبة <مشرك> لو لو في انسان محتاج لدواء او حاجه علاج نبعته لطبيب نفسي وهكذا يعني احنا لا نسكت اطلاقا عن حالات الاكتئاب وحالات الادمان والرعايه كمان يا دكتور يعني ممكن الانسان يكون يتعالج خلاص بس ممكن يرجع تاني يرجع تاني في اي لحظه فبرضه محتاج رعايه دي بقى هنتكلم عليها موضوع الـ 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 الريلابس والموضوع ده ده موضوع خطير جدا المتابعه اسمها موضوع المتابعه وبعد العلاج يعني احنا كده فهمنا يا دكتور ان في الادمان له تاثيرات سلبيه على الحياه الروحيه والحياه الجسديه والحياه الاجتماعيه وبياثر على كل اليوم بتاع المدمن أه وكمان بس. اللي بياثر على العيله المحيطه بيه كمان تمام انا بشكر حضرتك في نهايه الحلقه يا دكتور شكرا آه على ان حضرتك اديتنا وقت واديتنا معلومات جميله واحب افكركم اعزائي المشاهدين السيد المسيح بيقول أنا واقف على الباب أقرع يعني إيه؟ يعني هو واقف مستني كل واحد فينا اللي بيدمن أي نوع من الإدمان إذا كان أكل إذا كان أدوية إذا أي نوع من الإدمان أعزائي المشاهدين إحنا دلوقتي بنقول إن في رجاء وبنقول إن السيد المسيح بيقول أنا واقف على الباب أقرع مستنيكي ومستنيك بيقول لك تعالى توب لو في خطية إدمان زي ما إحنا قلنا إن الإدمان خطية لو في خطية إدمان لو في أي شيء في حياتنا محتاجين نرجع لربنا هو الأب الحنين واقف على باب قلبك أو قلبك واقف بيقرع وبيقول تعالى, تعالي أنا مستنيك أنا وجيت عشانك واقف مستنيك أن أنت ترجع لي وترجع لحضني مرة تانية أشكركم على حسن المتابعة وتابعونا وكونوا معنا أشكركم مرة تانية على حسن المتابعة وأشوفكم في حلقة تانية